الكرام ومتابعينا الأعزاء، الآن ننتقل إلى مدينة مصراتة، ومعنا من هناك الأستاذ محمد أرجوبي رئيس مجلس حكماء وعيان مصراتة. أستاذ محمد، أهلا وسهلا بك. مرحبا بك وبالإخوة المشاهدين والمستمعين، إن شاء الله كل سنة وأنتم طيبين، إن شاء الله ديما طيبين وباحثين الجديد بإذن الله. اللهم آمين. أنت الآن شيخ محمد تقريبا أنهيت اجتماع كان يعقد منذ قليل، أو عقد منذ قليل آسف، فيريت تعطينا فكرة لو أمكن يعني عن تفاصيل هذا الاجتماع. والله نحن دائما حقيقة في اجتماعات متواصلة ليل نهار يلعب الصدع في هذه الدولة الوليدة بإذن الله تعالى. إلا مدينتنا بإذن الله تعالى مصراتة أمن وأمان واستقرار ورابط اجتماعي قوي ما شاء الله تبارك الله. مدينة مصراتة تمتاز على غيرها أنها فيها كثافة سكانية كبيرة، وسكانها خليط من جميع مناطق ليبيا، وكلنا طبق تحت طبق واحد اللي هو اسمه مصراتة. من جميع التركيبات كلنا متسامحون ومتصالحون وما شاء الله الحمد لله رب العالمين. في العيد الأضحى، في عيد الفطر اللي فات العشر أواخر من رمضان، نقول لك ممكن يوميا مصراتة في النهار توصل مليون نسمة، وفي الليل تنقص عن 500-600 ألف من الناس اللي جاية وماشية من برا من كل مكان، اللي يبضع واللي يسوق واللي بيعالج واللي بيسافر واللي ما شاء الله الحمد لله رب العالمين. نعم الحمد لله. طيب الشيخ محمد، نحن هذا الوصف اللي وصفته لمدينة مصراتة، طبعا لما تعاني أي مدينة من مشكلة، فبالتالي أي مدينة كيف ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا تداعى جسد تقريبا، إذا اشتكى عضو تداعى له جسد بالسهر والحمى. نعم، بالتالي نحن نتحدث عن وضع غير مستقر، فبالتالي عندما ستكون مصراتة مستقرة أو بنغازي مستقرة، بينما مدن من مدن ليبيا غير مستقرة وتعاني ما تعاني من مشاكل، فبالتالي يعني موضوع الاستقرار حيكون نسبي. تتأثر به باقي المدن. نحكو الشيخ محمد، وهذا مؤكد انكم تباحثتم في هذا الموضوع عن الإشكالية الأخيرة أو الأزمة التي حدثت في طرابلس، ومحاولة السيد فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية من استلام يعني زمام الأمر، أمر السلطة التنفيذية من السيد عبد الحميد الدبيبة، ولكن حدث ما حدث. ما هو موقف مجلس حكماء مصراتة من هذا الإشكال؟ المجلس حكماء مصراتة ومعظم نقول لك يعني معظم شباب مصراتة وسكان مصراتة ومش غير مصراتة، ليبيا بالكامل لا يرضون أي قرار من مجلس النواب الوقت الحاضر، لأن الليبيين كلهم سعيوا من مجلس النواب اللي موجود. فنحن مشكلتنا ما هيش في الدبيبة ولا مشاغة ولا واحد مصراتي ولا من زلة ولا من تراعات حكومة، هذا كلهم ليبيين، والله ما عندنا فرق بين ليبي وليبي إلا بخبرته وثقافته وديانته وأخلاق العام. أما الباقي هذا من دوره كمصراتي. فنحن حقيقة مجلس النواب عندما شاف أن متدري سنتي أو خلاص منتي، لابد يمدد نفسه، لابد يزيد مدة، لابد ولو بالتزوير ولو بغيره. نحن اتفقنا في الخيرات في الأربعتها اللي هي اتفقوا، مش نحن اللي هي كنت مندوبينهم، والله مشون النواب ومجلس المؤتمر ذاك الوقت وعدل الثلاثة ووقف اتفاقية على سنة 18 شهر يصير انتخابات ويصير برلمان وكذا. كل مرة توا هذه ممكن تعمل حرب ولا حرب، كل مرة جاية حرب تأجل، مرة حرب تأجل. ليه تأمن من الحروب؟ مجلس النواب حروب، هذه حروب ما عشتهم حروب. المحاولات الأخيرة يعني دخلت الحكومة المكلفة من النواب بقوة سلاح وفشلوا ورجعوهم من القربون اللي وما عاد صار بالدخول. بعدها مشوري تونس ودخلوا من تونس وجولة عند بوابة الهيبة ورجعوا وما صار شيء. الآن رجعوا مرة ثانية خلصة في الليل عقب في ظلام الليل وما صار شيء. فنحن رانا مع شارع، شارع الآن ما عايش بالحروب، ما عايش بحاجة بالقوة، ما عايش بتسليم سلطة بالقوة، هذه الحد خلاص. لكن السيد فتحي باشاغا في تصريحاته
يعني نفى هذا الكلام وقال انه هو دخل تقريبا بسيارتين فقط وما عندهش سلاح او غيره، ربما سلاح خفيف يعني بكل تاكيد، يعني هذا ما قاله السيد فتحي باشاغا. فانت بالتالي يعني خلينا نقول يعني غير مصدق لهذه الروايه، مش مصدق. شوف فتحي باشاغا مع احترامنا ليه، هو ولدنا وداير من ثوارنا وغيره، في الحقيقه اللي خش عن طريقها كتيبه مسلحه، يعني النواه مسلحه من كتب من كتاب طرابلس، هم اللي جابوه من الشوير، هم اللي رفعوه غادي، هم اللي دخلوه من طرابلس وهم اللي دروا البيان. لا ما فيها كيف، ما جاء هو في الميدان الشهداء وقرا رئيس وزراء وخش بيديه، ابدا، جاء عن طريق السلاح في المره الاولى والثانيه والثالثه، هذه ما فيها. هذا النواه قوه ما هي بسيطه في طرابلس، عرفوها معروفه، لكن معنا مع احترامنا للكل يعني، وكل واحد عنده حق، لكن السلطة لا تطلب إلا بصندوق الاقتراع الوقت الحاضر من فترة، لأن اتفاقية جنيف اللي اتفقوا فيها الليبيين وموقعها مندوب عقيل صالح وموقعها مندوب المجري ومتفقين عليها في حوار جنيف، أن حكومة الوحدة الوطنية تسلم إلى حكومة منتخبة. هذا قطعي، فلهذا وهذه آخر حكومة انتقالية، ولو في مدة لا تتجاوز نهاية شهر 6 في 2022 لابد يجيلوا انتخابات برلمانيه على موعدهم اللي داروه، لكن كونه يقلبوا البرنامج ويصير لهم مش انتخابات هم حرام، لكن احنا مازلنا متمسكين بالموعد، متمسكين باتفاقيات جنيف اللي احنا ما دامينها ما تبوش البيبه، يصير انتخابات الاسبوع الجاي برلمانيه. طيب الحكومه جاي. حكومه عبد الحميد الدبيبه يعني هي حكومة لإطلاق ملف المصالحة الوطنية ومعالجته وتنظيم الانتخابات، هذه أشياء رئيسية أنت على علم بها شيخ محمد، لم تنجز منها أي شيء، بالإضافة إلى تعهد السيد عبد الحميد الدبيبة في لقاء جنيف بأنه لن يرشح نفسه، وضمن ذلك السيد علي الدبيبة وتقريبا مانيش عارف ما يحضرنيش الاسم، تعهد بذلك ولكن طبعا خالف هذا التعهد ورشح نفسه وتقدم للانتخابات الرئاسيه السابقه يعني اللي ما صارش منها قصدي. لا ما عندهم القانون اللي داروا الانتخابات فصلوا تفصيل على اشخاص معينه ليش يخصوا فلان وعلان، هذه احنا ايدنا فيها ما فيهاش كلام، لان تفصيل القانون اللي داروه ما داروش قانون لكل اللي بيه، والدليل على هذا الطعون امام المحاكم، كل واحد يقعد يدفع فلوسهم، وهذه مزي انت داير تسيبها على الرئيس، يعني مش معقول اني بنطعن في رئيس جاينا من بنغازي ولا من سبا ولا من غيره من اقل شيء يسمع في المصراته، احنا داخل ليبيا، هذا رئيس ليبيا كلها، لابد يكون من صفوه الليبيين، لابد يكون عنده مواصفات، لابد يكون عنده مده محدده، لابد يكون معلوماته وثقافته وشكله ولونه، هذا رئيس ليبيا بيكون، اما يجريش يفصل لي قانون انتخابات على قصه هو ويجيب لنا لا اطعن في سبا ولا اطعن في بنغازي كما تبيش فلان، هذه لا بيبقى من حق ليبيا حتى هو ما توصل المرحله هذه، وهذا اللي فشل الانتخابات هي، انك انت تفصل تفصيل الاستاذ عقيل فصل تفصيل عليه هو على اشخاص معينين، وهذه كارثه كبيره، ومعناها دليل انه ما يبوش انتخابات، ولعنتهم ما يبوش انتخابات البرلمان. انت يعني تلقي باللائمه فقط على جانب دون الاخر، وتعتبر الجانب الاخر مثلا يبي انتخابات، يعني الصف اللي يمثل عبد الحميد الدبيبه شايفه انه ماشي في الطريق الصحيح ويبي الانتخابات، بينما شايف ان البرلمان على عكس ذلك، هذا اللي فهمته منه. لا احنا من الاول قلنا انتخابات، الدبيبه قال مش انتخابات نقدر نحوله، والله تنطبق عليه صوت حوله كان انتخابات هو وغيره، احنا نبغى انتخابات برلمانيه نبغى انتخابات، وما عندناش مشكلة حتى كل منطقة تنتخب بروحها ما هي قضية، لكن الناس اللي مسؤولة عن قانون الانتخابات بدل متمسكين بمناصبهم ومكانتهم حولوا القضية إلى حكومة مش برلمان. صحيح. متمسكين بالانتخابات حقيقة يعني. صحيح. ولكن أداء الحكومة الحالية والمنتهية تقريبا مدتها الآن اللي رأسها السيد عبد الحميد بيبة، أنت عارف أن العدد كبير من وزرائها تورط في قضايا فساد إداري ومالي وهدر للمال العام، وهي سلطة تنفيذية موكل إليها كما قلت لك أستاذ محمد بعض الملفات وأهمها المصالحة الوطنية وعملية تنظيم الانتخابات، فأنا ما إيش عارف شو رأيك في موضوع هدر المال العام الآن. المصالح الوطنية أوكلت إلى المجلس الرئاسي. تمام. صحيح. مش الحكومة. صحيح. لكن المجلس التنفيذي شغل الحكومة.
باهتم. انا ما نقول لك سوي اللي بيه الملائكه ما عندهمش اخطاء. السراج قعد 5 سنين كلنا اخطاء، وقاعد يجي 5 حروف الحمد لله نصر فينا كله. لكن العمليه اللي يعني اللي حط اللوم على الحكومه، ما عادش بالحكومه، احنا اتفقيه في جنيف تقول دير انتخابات، دير انتخابات لما حول الحكومه ويجي غيرها. انتخابات رئاسي وبرلماني تقصد؟ لا برلمانيه، رئاسي من غير دستور ما في. كيف رئاسي من غير دستور؟ رئاسي زي لا، بده يديروا قاعده دستوريه للانتخابات. حيجي البرلمان الجديد ان شاء الله باذن الله. وطيب في قانون صدر عن البرلمان بالنسبه لتنظيم الانتخابات؟ نعم، في قانون للانتخابات صدر عن حول تنظيم الانتخابات في السابق. هذا القانون اللي نحكي عليه احنا، اللي فصلوه تفصيل على اشخاص معينه. هذا فصلوه تفصيل ومرفوض، هذا رفضوه الليبيين، وهذا اللي خلانا احنا قاعدين في دائمه العنف ودائمه هو رفضوه الليبيين ككل ولا رفضات اطراف ليس من مصلحتها تمرير هذا؟ رفضوه الليبيين، داروا ملتقى الشرق، داروا ملتقى في القبه، ورفضوه هؤلاء للتمديد ونعم الانتخابات، ورفضوه الغرب، وداروا ملتقى كبير في طرابلس وفي الزاويه وفي ترهونه في كل مكان ومرفوض، والمظاهرات قعدت اكثر من 2 شهر وهو مرفوض. لا لا، الليبيين رفضوه، مش منطقه دون منطقه. تشوف انت راجع ملتقى القبه، مشايخنا واستاذاتنا اللي في المنطقه الشرقيه شنو قالوا في قبه، شنو قال لا التنديد، لا ما الليبي كلهم رفضوا. لابد من أسمع. الحل الوحيد في ليبيا انتخابات برلمانيه، والبرلمان الجديد يدير لنا قاعده دستوريه تنسي كل الاجسام الموجوده، واللي عنده كفاءه واللي عنده مزاد يبي يقدم نفسه. الاستاذ عقيله كان مزاد يبي برلمان، يقدم نفسه برلمان الجديد ينتخبوه. لكن حينتخب يخش كان هو داير خير. وهذا ينسحب على الاخرين اللي ذكرتهم، يعني زي عبد الحميد بيبه وفتحي بشاغه ايضا تقدم. على الكل. بالضبط. احنا مش عشان ندور اشخاص، ندور في قاعده دستوريه طلعنا بلادنا من عنق الجد. لو عندنا كفاءات قاعدين والله ما لما يشوفوش فيهم والله ليبيا فيها كفاءات خبرات يستعينوا بهم العالم الخارجي، مستعين بهم في العالم كله، عندنا اكثر من 100,000 خبير قاعدين يدوروا برا. ليش ما نستعين فيهم؟ نستعينوا بهم، نحن يبقى عندنا دوله وعندنا فكر، اما تو الموجودين هذيما ما يبوش البلاد تطلع من ايديهم، النواب هذيما ومجلس الدوله ما نعرف من هذيما، راهو حقيقه كثر واجب حق يعني فصفوري في قانون على قصر واحد مجد الهدايا 20,000 بطاقة جواز سفر أحمر ماني عارف إيش، لما كيش معنى الحق يعني سئلنا من الكلام ده انتخابات برلمانية ضروري منها تو جديدة، وبعد البرلمان الجديد يدير لنا قاعدة تصير انتخابات الرئيس وننتخب رئيس بإذن الله لمدة 5 سنين ولا 4 سنين وتريح البلاد وفيها حركة اقتصادية تبقى فيها، أنا ما فيش مشكلة بين الليبيين والله. نحن السنة الماضية من حشفة هو مثلت وغيره قعدوا المنطقة الشرقية مليانة ما جايين الغرب والغرب ما جايين الشرق، وانا الاسبوع اللي فات والله 3 علاقات شن البنغازي من جيراني. عندنا مشكلة. المشكلة في النواب اللي ما عادش يطلعوا ولا يبوا يسيبوا، لانهم يتعبوا 5 مع تركيا و5 مع المانيا 5 مع تونس 5 مع مصر 5 مع السعودية تقسموا، وما عادش يديروا مصلحة ليبيا ابدا، 5 مع بنغلاديش والله كل مخابرات العالم خشوا في نوابنا، وبعد كل واحد يرسم روحه. فلازم احنا النواب يجدد يكونوا ليبيين، عندنا شباب 5,000 عندنا متقدمين الان اكثر من 5,000 لمجلس النواب. معقوله ما نطلعوش منهم يعني 200 من الناس الكويسه من الناس الباهيه؟ نعم. يطلع عليهم الصندوق هذا راضيين به بيختاروا هلا ويقولوا لنا خلينا نشوف لبعض. طيب فكرتك واضحه يا استاذ محمد. انا اعرف انك في السابق جلستم مع السيد فتحي باشا اغا تمام عندما عقد النية على تولي هذا المنصب رئاسة الحكومة. شو اللي دار في الاجتماع ولم يظهر للإعلام؟ شو اللي قلتوا له وش قال لك؟ أنا يعني أستاذ فتحي اختلفنا معاه في بعض الأمور حقيقة، يعني حتى حكومة اللي شكلها شفت أنت أنا أسمع اللي قتل الناس واللي ضرب واللي حرق أملاك الناس واللي زرع الألغام واللي ردم الناس حيين في ترهونة واللي 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 بعث الجرافات أيضا والجرافات القتل اللي في درنا واللي كسر بنغازي بالضبط واللي دعم المتطرفين والإرهابيين. نعم كله هذا كله لابد يكون فيه مصالحة عامة ويكون فيه اعتبار للليبيين، ونحن نرى الأخوة في النهاية. لابد
اي معركه اي حرب لا بد من جلوس، نهايتها بتبقى في جلوس. وهذا ما دامين نجلس اليوم خير من بكره، ما دامين بكره خير من بعد بكره، لان النهار اللي فوتنا على شو اللي نبغى نخلي اولادنا واجيالنا الجايه بلاد تكون طيبه وبلاد تكون يعني فيها امن وفيها سلام وفيها استقرار وفيها وحده وطنيه. لكن الوقت الحاضر يعني يفرقونا بدون تفريق، لان البعض هرب والله ما عندنا مشكله يفرقونا، يفرقوا فينا هم بدرون سياسيين لباس بعضها. تمام. شنو الاتفاق مع السيد فتحي باشاغة الشيخ محمد ونقاط الاختلاف حتى في السابق لما جلست مع السيد فتحي؟ السيد فتحي ربنا ان شاء الله يهدينا ويهديه، اعتقد ان المنطقه الغربيه تحت يده كل ما ردش عليهم الراي وين مشير حقه بالعرض، السيد المشير ما ردش الراي على هذا ولا على منطقته ولا على الناس اللي ماتوا معاهم في المعركة. الناس لو مع المصاصة لو مع الناس كل كيف انتم لحفتر وتجمع الجماعة بدون ما تشاورونا لهم يصالح لي وياك. هذا أنا ما يصير في الصلح، لكن لابد في أسس يكون في يعني قاعدة للمصالح الوطنية ويكون في يعني علم للناس. مثلا عدى بشاغة وشكل الحكومة بدون مصاصة ما تعلمش تناسف وولادك وأخوتك اللي حاربوا معك ودفعوا الدم معك، لابد يكون عندهم رأي، لابد تشاورهم في الامر. مجلس عندنا مجلس بلدي وعندنا نواب وعندنا مجلس دوله وعند يعني في ما فيش حد عنده علم، لا عندنا ما احنا مش ما نش قطعان يسوقونا كذيب وشيخ. لا احنا رانا بشر دفعنا الدم دفعنا اموالنا في سبيل هذه البلاد وما مش صار فيها ما زلنا ندفع فيها حتى كثير، لكن لا لابد يكون في راي لبنغازيلينا ودرمالينا وعندنا تكسر وراحل وعندنا اكثر من 150 الف مهجر، عندنا في مصر 18,000 طالب غير في المدارس يبقوا مهجرين في المدارس بس. يعني احنا عندنا مشكله كبيره، لا لابد تشوف الراي الناس هذيما وتشوف هذيما، ما دامين نبغى مصالحه مع الطرف الاخر لازم تكون في اسس في قيود في 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 يعني مواثيق موثقه. يعني من قال مين قلبوا علينا مره ثانيه؟ احنا اتفقنا في الصلاه ونقلبوا علينا، اتفقنا في غزه ونقلبوا علينا، اتفقنا في جنيف سووا ونقلبوا علينا، انا ما صار شيء يا شيخ ما ينفعش كامله. اللي تمسك بالحجر او نعم هو الطرف الاخر يعني يقول نفس الكلام شيخ محمد، فنحن بالتالي نقعد في حلقه منفرغه. انت في السابق قلت بان ابناء مصراته لن يدخلوا في حرب مهما لا. كانت الظروف لا ماشي حرب صحيح هذا كناه وما زلنا فيه. نحن من 2011 ولا من 2011 مصراته دائما تدافع عن نفسها مصراته وغيرها، ما احنا ما مشيناش. الدباع جابوا لنا عندنا، حرب طراب جابوا لنا عندنا، لا ما مشينا يا شيخ لا ابدا والله ما عندنا واحد مشي. لا لا وفي من يتهم كان بدعم بعض المتطرفين وارسال الجرافات وغيرها، يعني هذا ملف زي ما قلت انت. هذين في قضاء في قضاء وقدم مستند للقضاء ويحكموا عليه خلاص. اذا القضاء يشمل كل قضيه يا شيخ محمد يعني بالضبط يعني حتى يا محمد الرجوبي لو عندك مسألة علي بالله قدم المحكمة وما خش الحبس ما عندي مشكلة. نعم لا هذا مبدأ القضاء هذا احنا واخذين من البداية. هو اللي يفصل مظلمة اللي ما عنده مظلمة عند فلان على جهاز كبير، لكن ما تتهمش ناس أبرياء يجيبوا في جرافات وما جابوهنش، ما تتهمش ناس أبرياء خشوا في حرب يعني اولادنا يعني دخلوا كل نقول لك يعني هذا يفصل فيه القضاء يا شيخ محمد. انا ما احنا ما نقولوش في كلام مرسل انت عارف يعني كلام مثبت ومؤكد ويعني القضاء موجود يا شيخ بالضبط القضاء زي ما قلت. ايوه النقطه الاخيره بس يا شيخ محمد قبل ما تغادرنا هو ان السيد فتحي بشاغه منذ دخوله لمصراته وطبعا هو ابن هذه المدينه نحن مش من باب المزايده نحكو في زيارته الاخيره، ولكن لاحظنا الى الان لم يزر المدينه تقريبا ما عاش دخلها. هو يرجع له هو هذا يرجع هذا يرجع له هو حتى وين مصطراب بس رفضنا اللي يجي مصراته قال له حضور الشير ما في ما حدش يقول له ما تجيش، لكن يجي مواطن مصراتي احنا مصراته حتى النواب راهو مصراته انا ما عنديش شيخ يعني سمحني في سؤال ما فيش اي تهديد مثلا صادر ضده بالضبط لا ما في هدا حد يجي يعني بيجي مواطن مصراتي من بيته ولا لان هدا واحد ليش في رسم بين رئيس حكومه لا هذه ما فيهاش كلام جي تفضل لكن ما يعني يجي مواطن ليبي ومصراتي ورايح لا لا عندنا ما فيهوش كده لكن بيجي رئيس حكومه يقول لي والله كلفني عقيله صالح لا والله
نعم هو عبد السيد عبد الحميد بيبة كلف البرلمان برئاسة عقيلة صالح أيضا يعني ما لا ما كلفهاش لا ما هنا في لمن يرد عليك الشيخ محمد يقول لك هنا معناها الشرعية تحضر وتغيب والله لا 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 اسمع هذا جاب اتفاق جنيف اتفاق اللي بيجي في جنيف باي ومن اعتمد مش بوابة عبورة وشرعيته أخذها من البرلمان لا اعتمد الوزراء بس مش عقيد مش عبد الحميد لا مش أين حلف اليمين القانونية هو وزراء الحكومة هو جاب اتفاق سياسي شيخ في جنيف أوكي جاب اتفاق أنا معاك مش مختلف النقطة هذه شفت الحكومة وصدق عليها البرلمان لكن كون عليه هو لا تمام قصدي أن البرلمان صادق على هذه الحكومة لا مجلس رئاسي من ثلاثة أنفار وعبد الحميد زي الرابع وحتى عقيلة صالح كان مرشح للقصة هذه لو 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 نجح عقيلة ما جاش الزيدة لو جاب شغل لا أنا شنو في الجزئية المتعلقة بالبرلمان أستاذ محمد هو أن أنت قلت مثلا ما هو الشرعي أو منتهي الولاية أو غيره وهذا رأيك طبعا لكن في المقابل السيد عبد الحميد بيبة أخذ شرعيته من هذا البرلمان بوابة العبور قصدي بعد فوزه في موضوع ملتقى جنيف جاء للبوابة الثانية اللي هي بوابة عبوره إلى الحكومة ومارسة عمله من خلال البرلمان صحيح ولا لا صحيح البرلمان يطلب منا تشكيل حكومة جديدة ممكن لكن هو رئيس حكومة قاعد لأنه جاب اتفاق سياسي ما جابش البرلمان تمام الاتفاق السياسي انت عارفه محدد بمدد زمنيه البرلمان يطلب منا تشكيل حكومه جديده ماشي الحال عندهم تحصل عليه وزراء ماشي الحال لان هم اللي صدقوا عليه هم اللي جابوه لكن كون عبد الحميد والنفي ولا الفريق اللي معاه هذا جاب اتفاق سياسي في جنيف تابعوا في الاحداث يعني ماناش سياسيين لكن نتابعوا كيف الناس اللي تتابع بالضبط تمام الله يسلمك شكرا استاذ محمد الرجوبي رئيس مجلس يا رب لي الجميع وبارك الله فيكم اللهم شكرا جزيلا لك شكرا متواصلين معكم مشاهدينا الكرام في برنامج مشوارنا.